يا فريدة ده ليه اللي جاب موسى؟ ليه جابوا بقها؟ لولاك ما كتبوش بابا. توحيد انا مش مرتاحة للي اسمه سيف ده. لا طمني، سيف ده ديته معروفة. خلاص لما انت عارفه بتتعامل معاه ليه؟ عاوز اوقعه خديجة، عاوز سيف ده وقت احطه بوكس كده مقفول واشحنه لحد نوح. المهم نعم اجازة انت بس عشان هنسافر قريب. معرفش ليه خديجة قلبي مقبوض من امبارح. خير ان شاء الله يا توحيد، اللي جاي ان شاء الله خير يا توحيد. بقولك ايه، عايزك تخلص كل اللي وراك علشان نروح نزور بابا في العزبة. بابا عاوز يقعد معاك شوية. ايه شفتي داخلين مع بعض، بابا وقلبي مقبوض. لا يكون حد شافنا وروح قال له يا خديجة. يقول له ايه؟ توحيد انا جوزك. ايه انا مراتك. واتجوزنا. انت نسيت ولا ايه؟ ايوه بس انت ضحكت عليا يا خديجة. لا يا راجل وشربتك حاجه اسمر. زي ما توقعت بالحرف. تخطيط ده ليه أصول، موهبة من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا ياسب بيه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انت الخير والبركة. الخير ده اللي هو قدامه كم صفر يعني. يعني ايه كم صفر؟ ربنا يزيد ويبارك. والحكمة بتقول قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضلي يا حلوة. المرة دي ماشي يا سيبي، بس من المرة الجاية عايزك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زي. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيبي؟ اتفقنا نوجة. Thank you.
نار بنار. لا انت كويس؟ رجال سليم. في ايه؟ رجال من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعه عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما حصلش يا تي، البحر برضه كله يصوب. والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الربع. الربع يا يتيم، الربع ده حقنا، وانت اعتديت عليه غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدا الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عرف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصد راجل مننا في المايه. وماله يا تيم؟ خلاص يا تيم، حق انا هاخده بايدي. لا بتاعت انا اخويا، انا مستناه من بدري. المره دي يا عمار الكره جايه في ملعبك انت، عايزك خلال ايام تخلص موضوع الدار ده ومن غير شوشره ولا كلام كتير حوالين الحكايه. انت شايف الاعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، انا هبدا اتحرك والدار هترجع. يعني هترجع؟ مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبره لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجه لازم اروح واتكلم. بقول لك عايزه يبقى عبره، تقول لي اتكلم معاه. بابا انت قلت لي الكره في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام، انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا حسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وحفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن حموت واخش الحمام. تحب اركب لك في اي حته؟ حته ايه يا عاد انت جننت ولا ايه؟ يلا مد شويه يا عمار اهو. حته قال. عملتي ايه؟ جبتلك طلبك. بتهزري؟ جبتيه ازاي؟ ولا حاجه، وصيت واحد من العمال امبارح جابولي وجاه النهارده. بس ما تقلقيش، نبهت عليه ما يقولش لحد. طب تعالي خدي. لا استني، ده ما بيتاكلش كده. بصي ده يا ستي بقى ليه طقوس في الاكل بتاعه. اول حاجه تفتحي الكيس، وبعد كده ايه ده؟ كده والله انا فرحت جدا لما قالوا لي ان حضرتك جيت. يا سلام، بس الظاهر ان انا اتاخرت شويه، بحيث ان انا لما رجعت لقيت كل السياسات المجموعه اتغيرت خالص. مفيش حاجه اتغيرت ولا حاجه عبد الحميد بيه، السوق كل يوم بيتغير، وكان لازم ناخد خطوه تجنبا للخسائر. خسائر؟ كل ده بتحاول تتجنب الخسائر؟ لا، امال لو كان في خسائر كنت عملت ايه؟ كنت قفلت المجموعه؟ اهدى بس حضرتك وانا هفهمك كل حاجه. اهدى ايه وزفت ايه؟ انا نفسي افهم، انت ليه ما كنتش بتبلغني بالكلام اللي بيحصل ده اول باول؟ حضرتك كنت مشغول بانتخابات النجع. يا سلام، وانا مشغول بانتخابات النجع تقوم حضرتك تبرطع هنا وتتصرف تصرفات تودينا ب 60,000 داهيه، مش كده؟ اتفضل يا استاذ. بس يا دلع متسكف، هتخسر يا رجل. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين في اي ميزه، ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
خير يا بهوات؟ بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورني بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس نسي بطاقته في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك. ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا رجب؟ تهريب يا باشا؟ انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك راجل، عيب ما تكذبش، انت راجل كبير، شيخ الصيادين، ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟ عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زنبي ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. وفي انا والله العظيم